إذا كان عندك كمبيوتر قديم أو متوسط وحاب تلعب عليه بأداء أحسن وفريمات أكثر، جبت لك الحل. الحل مع توزيعة بوب أو إس المبنية على أبونتو يعني لينكس، وإحنا عارفين إنه لينكس جدا خفيف وجدا سريع على الجهاز وما بيستهلك موارد. لو تنزل الأسفل راح تلاحظ إنه كل شيء عليها وبتدعم كل شيء تقريبا أنت ممكن تحتاجه من ألعاب وبرامج، يعني إن شاء الله بتقدر تشغل كل شيء عليها وكمان ممكن تشغل عليها برامج الويندوز. لتحميل التوزيعة اضغط على داونلود وفي ثلاث ملفات آيزو راح يظهروا. أول واحدة راح تكون للكمبيوترات اللي ما عليها كرت شاشة من انفيديا، الثانية للي عليها كروت من انفيديا، الثالثة للراسبيري باي ومش مهمة بالنسبة لنا. أقل مواصفات لتشغيل النظام زي ما أنت شايف 4 جيجا رام، 16 جيجا من المساحة الفارغة على الهارد ديسك، ولازم يكون المعالج تبعك 64 بت ما في 32 بت. حمل النسخة المناسبة لجهازك. حاليا حمل برنامج روفس لحرق النسخة على فلاشة، بالمناسبة كل الروابط تحت الفيديو موجودة. افتح برنامج روفس وتأكد انه متعرف على الفلاشة، اختار نظام البوب اللي نزلناه من خيار سيلكت، اضغط على ستارت لبدء الحرق وراح يحذرك انه لو في ملفات مهمة على الفلاشة خذها كنسخة احتياطية لانه الفلاشة راح تتفرمت. وافق على التحذير واستنى عليه يخلص الحرق. وقفة اعلانية مع افضل في بي ان العاب لتقليل وتخفيض البينج بشكل حقيقي. شوف البينج قبل استخدام البرنامج تقريبا 150، بعد استخدام البرنامج أصبح 60، وهنا بتكمن قوة برنامج إكزيت لاج الرهيبة، وهالبرنامج من أفضل الخيارات بين المنافسين عن تجربة. بإمكانك تستخدمه على أي لعبة بتخطر في بالك. للمزيد من التفاصيل، شرح البرنامج، طريقة التحميل وإعداد البرنامج، شوف وصف الفيديو أو أول تعليق. بعد تشغيل الكمبيوتر والدخول على البوت منيو، اختار اللغة اللي أنت بدك إياها، ولو حبيت في موجود اللغة العربية. بعدين اختار لغة الكيبورد. الآن ممكن أنك تنزل النظام أو ممكن أنك تجربه من خلال الفلاشة عشان تشوف كيف شكله وتتعرف عليه قبل التثبيت من خلال زر تراي ديمو مود. ملاحظة، النظام راح يكون بطيء وسيء شوي لأنه شغال من الفلاشة، فلا تحكم على سرعته وأدائه من خلال الديمو مود، أنت هون راح تتعرف على شكله وقوائمه فقط. لو عجبك النظام وحبيت أنك تكمل تثبيته، ادخل على أيقونة Show Applications واختار Install Pop OS. اختار لغة النظام مثل ما عملنا ولغة الكيبورد. لما توصل عند نقطة التثبيت راح تشوف خيارين. أول خيار لتثبيت النظام بدون وجع راس، يعني بس اختار الخيار وهو راح يفرمت كل القرص ويثبت النظام، يعني راح يحذف الويندوز إذا كان عندك ويندوز ويشيل كل شيء. ثاني خيار من خلاله بتقدر إنك تعرض الأقراص اللي عندك وتقسمها وتختار أي قرص لتثبت عليه النظام، يعني ممكن إنك تثبت النظام بجانب الويندوز من ثاني خيار. خلينا نشوف كيف شكل الخيار المتقدم للتثبيت. بعد ما تختاره راح يعرض لك الأقراص، اعمل تعديل للبارتيشنز. راح تقدر إنك تعدل على الأقراص اللي عندك. أنا عندي مثلا مثل ما أنتم شايفين قرص واحد بحجم 30 جيجا. لو أجرب أضغط كليك يمين عليه وأعمل قرص جديد بعطيني خطأ، وطبعاً الخطأ رح يعطيني كيف الخطوات لحلها، رح يحكي لي روح على Device ثم على Create Partition Table. بعمل مثل ما طلب مني، وهيك ممكن أني أضغط كليك يمين على القرص وأقسم القرص براحتي لأجزاء وبعدين أختار القرص اللي بدي أثبت عليه النظام. على كل حال أنا رح أختار الخيار الأول للتثبيت اللي هو التثبيت البسيط عشان ما نوجع راسنا، وبالنسبة للتثبيت المتقدم شفته كيف. بختار القرص، ببدأ أمشي معه بالخطوات، الموضوع سهل. هون راح يسألك إذا بدك تشفر القرص كامل باستخدام الباسورد اللي أنت أعطيته للنظام مسبقاً. لو اخترت إنك تشفر راح يصير الجهاز كل ما يشتغل ما يفتح نظام قبل كتابة الباسورد، يعني أنت محتاج تكتب الباسورد مرتين كل مرة بتشغل فيها النظام. أنا راح أختار إنها تكون بدون تشفير. انتظر على التثبيت، سوي ريستارت للجهاز. بس يفتح النظام راح يطلب منك تسوي شوية إعدادات لواجهة النظام وطريقة التعامل معه. لإضافة لغة ثانية للكيبورد، إعدادات، كيبورد، وزي ما أنتم شايفين. عشان تنزل البرامج والألعاب
ادخل على الستور. الستور مرتب، كل مجموعة لحال، كاتيجوريز، مشغلات الصوت لحال، الألعاب لحال إلى آخره. لو تدخل على الجيمز راح تشوف الألعاب المتوفرة للنظام نفسه. طيب لو بدي أنزل ألعاب موجودة على لانشرات مثل ستيم وإيبك وغيره، بكل بساطة ابحث في البحث عن ستيم ونزله. نزل ستيم، عشان نشغله ادخل على Show Applications وشغله. وهيك بتقدر تفتح حسابك وتلعب ألعابك اللي انت بتحبها. طيب لو حبيت انك تنزل لانشرات ثانية Epic Origin إلى آخره، ابحث عن Lutris وثبتها. انتهى التثبيت. كالعادة روح على Show Application وشغل البرنامج. زي ما انت شايف بتقدر تشغل كل شيء، وهي اللانشرات المتوفرة امامك. اختار اللانشر عشان تثبته. راح يطلب منك تنزل برنامج واين، وبالمناسبة برنامج واين من خلاله بتقدر تشغل كل شيء بخص الويندوز على اللينكس، يعني مش بس اللانشرات حتى البرامج. امشي مع التعليمات وكل شيء سهل، وراح تتمكن انك تنزل Epic Origin وكثير شغلات. ما فصلت كثير بالفيديو عشان ما يكون طويل. لهون انا بكون انتهيت. اي مشاكل اسئلة اكتبوها بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.